حلوش أهلا وسهلا جينا بمحفو الفنجان يا بي محلى ملقاك أهل وإخوان وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان أسرة وخلان وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان وندوم بعز الوطن خير وإيمان يا بي دخيلك وينك يا بي راح طيب هلا 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 اسحب اتحج يما غاف الجاي حي يقول يحكي ويقص من الدنيا يفرج يقول نص على نص والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص على الواحد ونص والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص اخضر يابس ومقحمش اشكال الوان اويلي اويلي اذبح 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 اعطي وينك ابو ربحي عليهم عليهم وحد ربط وتعلم شغل هالراس خلي البلد يتقدم ونقوي الساس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس مرفوع الراس وامشي توكل في دربك مرفوع الراس سامح صالح وبقلبك حب وإيمان نص على نص ظلموني الناس ظلموني ومر الكاش ويساؤوني ظلموني الناس ظلموني وين يا مساحر؟ ما صار لك ساعة جايب؟ مالك وين بدي اروح يعني؟ على المسبح؟ على الجيم؟ ما انت عارف كل يوم نفس الاسطوانة بدي اروح على هالقهوة وانت ما سكتش من قعدة القهوة؟ وتقول انك موظف فيها؟ ما انت عارفه بروح على هالقهوه وبقعد مع اصحابي بتسلى هذا المنفس الوحيد اللي لي نتشاور احنا وياهم نتشاور يعني منسولف مع بعضنا شو مالك انت طب الاولاد ما انت ما بتشوف اولادك سالوا عنك الاولاد والبنات طب والجوكر سال عني يا الله الجوكر سال عني هذا الشد اللي حكتني لباب الدار يلا روح الله يسهل عليك اسمعي انا مقصر معاكم كل شيء بتطلبوه بجيبه للبيت البنت الولد اي شيء بدي اياه انت اي شيء بدك اياه بجيبه مش مقصر معاكم خلوني انا هالقهوه هاي هي الوحيده اللي بروح عليها ساعه زمان بس ساعه زمان بتروح ثمان تسع ساعات وبتقول ساعه مقضي في القهوه اكثر ما بتقضي في الدار اسمع اقول لك ترى ما في يوم بطلع فيه الا بتنكدي عليها قبل ما اطلع يوم نفسي اطلع واكون متنفس صح خلينا نروح على القهوة. وبعدين يا زلمة شو مالك مش فاهمان علي؟ ما لعبك هيك يعني خابرك أحسن من هيك شو قصدك؟ يا زلمة أنا ما انتبهت بعدين كل فكري إنه الشايب معطى. إيه هو مفكرني أنا زيك أنا بتكتك لما ألعب. اسمع صار يقول بتكتك حقه يتمسخر ما هو من وراك إمتى هذا صار يتكتك. تعال غافل اقعد قبالي شريكك مش فاهم عليك برا يعني انت الفهمان علي يا رونالدو ولا ميسي بدك تعطيني يعني شلون العب ولا ما شلون العب ما عليك انت بس اسمع انا خلص هيك وقفت خليني اروح اروح لا شو اللي طول بالك يا غافل كسر ما في شيء تروح شو مالك شو اللي تروح ما تروح بعدنا بوري اللعبه اصبري شويه بعد ما صارت الساعه 12 يا زلمه انت بدك تخلينا للصبح يا الصبح للصبح فوت يابا لك ثاني يلا يلا والله يا اهلا وسهلا زمان القمر ما بان يا فصعونه انت كل اللي بيني وبينك خطوتين بتقوليش بدي اروح ازور اختي الاصغر الصغيره المزه يا اختي انت مزه بس غافل مش شايف غشيمه عند جوزك انت ما انت اقعدي اقعدي ما هو جوزك بحبش الضيوف وخاصه قرايبك ناسيا يا حسره هو جوزي بيقعد بالدار عشان يحب الضيوف ولا ما يحبهم 24 ساعه داير وين عالقهوة من الشغل إلى القهوة ومن القهوة إلى الشغل يا مسخمة يا أختي يا مغالب ليش هالأيام ظل حدا يقعد على القهاوي اسم الله عليك يا أختي هسا إحنا بالقرن 21 الناس صارت تقعد على الإنترنت على تويتر على الفيسبوك على الانستغرام هذول يعني زي كنبايات المورس لا يا أختي مش كنبايات مورس هسا اسمعي
اللي بتلاقي لك حل يظل غافل قاعد بالدار مبسط 24 ساعة شو بتعطيه؟ أجاني شوية صنوبة امبارح من العقبة، بعطيكي منهن يستاهلن ثمك. الإنترنت. جبته جبته أيوه. مبروك مبروك. وهي أحلى لابتوب لأحلى أبو غالب. ولسه يا أبا لسه بس يوصل النت. يا الله بس يوصل النت إن شاء الله راح نذبح له خروف ونعزم عليه الجيران، واجبه كبير هذا. أنت رشدة مسخر، هذا لما أنت دائما بتطلع تشوف العالم برا هو بيجيب لك إياهم لعندك كلهم. ما شاء الله ما شاء الله يا قطفة، هاي صايرة علامة أنت يا مدام كوري. شو مدام كوري؟ هذول اللي بصنعوا هذول اللابتوبات والنتات. اسمع انتو اياه وياها واسمعوا اللي بدي اقول لكم اياه وحطوه حلقه بدنكم. هذا الجهاز والنت يا بكون نعمه للبيت يا بكون نقمه، وانتو وفهمكم. شو شاب سلك على النت؟ شو سلك؟ بتقدري تقولي انحرق السلك. يلا يا رب خليتكم بتقول جوزها بيخطيش عتبة الدار من ورا النت، إن شاء الله أبوكم ما يخط الغرفة. هلا أنا وياكي منقضيها مسلسلات وأفلام ومنخلص من قرقعة الأخبار. يلا يا رب من ثمك لباب السماء. قصدك من نتك لباب السماء. أي امشي روح امشي صرف. يلا نكمل الفيلم. شو بشوف صاحبك اليوم ما طل، لكون مريض ولا مسافر؟ لا مريض ولا مسافر، ريح حالك، دخل العسل الرقم. شو قصدك مضيع رقم الموبايل؟ يا بني ادم كيف بدي اشرح لك اياها؟ انت بتسمع في الانترنت؟ ايه اولاد اختي جننوني فيه. طب شو دخل غافل بهيك عالم؟ يا كركع يا حبيب، غافل غزا الانترنت وسعيد وعطى لحقوه على الفضاء. له يا شباب، راحت أيام شايب الكبة وما ظل غير في الميدان غير أبو الحصنيات. شو مالك شو تقول؟ شو ولا شيء. صار له أسبوعين قاعد في الدار ملبط الباط، لا بطلع لا ليل ولا نهار. ها الله يكثر خيرك يا أختي، والله ما أنا عارفة كيف بدي أشكرك. والله هذا الأنترنت إنه زي السحر، يمك شوكة وحطتيها في قلبه. لا واليوم لما يجي غالب الله يرضى عليه بالليل بده يفتح لأبوه فصحة صفحة على الفيسبوك. الفيسبوك أيوة هذا هو. والله يا خيي ما أنا عارف كيف بدي أشكرك. أنت عندك صفحة؟ والله طب إن شاء الله عقبالي أنا يا ربي وعقبال غافل. تسلم يا حبيبتي، إن شاء الله بجيك يا ربي في الفرحات. تسلم، ماشي مع السلامة. باي. شو جننوني يا عيال؟ وين راحت هاي قطفة؟ قطفة؟ مش قطفة؟ ماشي بسيطة قطفة. هيا شو اللي عملته؟ ليش بتصرخ؟ الدنيا نص الليل، عيب عليك. بعدين ليش بتناديني بصفحتي على اسمي؟ مش اتفقنا اسمي الوردة البيضاء؟ الوردة البيضاء؟ من قطفة للوردة البيضاء؟ يا خسارة يا خسارة، بس هالجهاز اللي اشتريتي. شو يابا؟ يما؟ ليكون مزعلي أبوي منزل إشي على الصفحة. أمك عاملي شغلات، عاملي طبخة نزلك منت عادي. سمعت أقول لك مش فضيت لك ولا فاضي لسواليفك، عندي أصدقاء يا دوب ملحقي عليهم، صار عندي 1000 فرنزة. فرنزي؟ بس بدي أفهم شغلة واحدة منك، شو مستفيد من هالفرنزات هذول؟ عاملي أنا المدرسة تبعتهن، علمتهن الطبيخ، علمتهم كيف يسوون كيكة،
علمتهن كيف يطبخن محشي، مش محشي، محاشي. أي واحدة منهن بقت قدحت الثوم بتعرفهاش. للأسف علمتيهم الطبخ. شو الطبخ؟ واحدة بتحط لي كيك وبتقول تعالوا تفرجوا هاي الكيك اللي سويتها اليوم، واحدة بتحط لي ورق دواري وبتقول تفضلوا أهلا وسهلا هذا اليوم غدانا، وواحدة بتحط لي سلطة، وواحدة بتحط لي أبصر شو. هاي سوالف النسوان اللي على هالنت. الله أكبر، خافوا الله يا جماعة الخير. صارت لي هيبة، صرت المدرسة تبعتهن. طب شو يعملوا يابا؟ شو يعملوا يابا؟ اقروا كتب، اطلعوا على الحضارات، ساعدوا الناس من خلال النت. لا، فوق هذا كله في ناس صارين يفهموا بالسياسة وبالاقتصاد ويروحوا ييجوا فيها. الله أكبر. لا 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 لا، اللي أدهى من هيج أخرى شعراء، صايرين شعراء من خلال النت. واللي بدري بدري واللي ما بدري انت عارف الباقي. وفي ناس صاروا هاجموا بعضهم عن طريق النت، بدل ما يقربنا صار يفرقنا. طب يابا أنا عندي اقتراح، شو رأيك أعمل لك جروب وأسميه جماعة غافل، واللي ما بيشترك فيه عن جد أنا راح أزعله. جماعة غافل؟ أحسن، هذا اللي ناقصنا. يابا إحنا يمكن راحت علينا الدور والباقي عليكم، أنتوا إن شاء الله تستفيدوا منه بالإشي الصح. حلو التطور طبعاً، ونمشي بركب الحضارة، تعليم واتصالات انترنت وعمارة، لكن بدنا يا إخوان نبعد عن عمل ألوان وما تعمينا النظارة. نص على نص يعني. أهلا وسهلا جينا بمحفو الفنجان، يا ضي محنا ملقاكم أهل وإخوان، وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان، أسرة وخلان، وإحنا عطول الزمن أسرة وخلان، وندوم بعز الوطن خير وإيمان. يا ضي دخيلك وينك يابا؟ راح طيب؟ هلا 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 اتحك اتحك يما يما يما. غافل جاي يحييك ويحكي ويقص، من الدنيا يفرجي ونص على نص، والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص، على الواحد ونص، والدنيا طلعت نزلت على الواحد ونص، اخضر يابس ومقحمش اشكال الوان. هويني هويني اذبح 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 واعطي. وينك ابو ربحي؟ عليهم عليهم ولع. وحد ربط وتعلم، شغل هالراس، خلي البلد يتقدم ونقوي الساس، وامشي توكل في دربك مرفوع الراس، مرفوع الراس، وامشي توكل في دربك مرفوع الراس،